قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. فحديثنا زهر الربيع، بنت 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 بنت. لا 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 لا. هيا بنا نقضي معا وقتا جميلا ممتعا، نحن البنات الرائعات. السلام عليكم في برنامج بنات من موسمه الجديد. كيفكم؟ شخباركم؟ أنا متأكدة أنكم مشتاقين لنا. طبعا حنا مشتاقين لكم. طبعا راح تكون في فقرات حلوة وديكور جديد، حركات بركات، وهذا هو مسرح الموهبة. ورحب بكم ورحب بمسرح الموهبة. طبعا راح ننتظركم وننتظر بنوتات الحلوات اللي راح يجون نقول لا 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 لا. شو رايكم نروح ديكور التسريحة؟ يلا يلا تعال تعالوا معي. يلا 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 يلا. وهذه التسريحة. طبعا راح تكون فيها حركات فخمة وبركات، وراح تكون في تسريحات حلوة للشعر، تصير شعر دلع. ايش رايكم نروح للفقرة اللي بعدها؟ يلا يلا يلا. وهذه فقرة المطبخ. طبعا راح يكون في حركات في المطبخ وطبخات جديدة. طبعا هنا الحين هم راح يطبخون، انا بس راح اكل طبخ عندي، ما راح اطبخ. تبون تاكلون معي؟ تواصلوا معي، اوكي؟ تتواصلون معي وانا راح اجي اخليكم تجون عندي ناكل عليهم طبخه. يلا يلا من اليوم تعالوا تواصلوا معي لازم. ايش رايكم نروح ديكور البلد؟ يلا. وهذا بيتنا، بيت المشاكل. وهذه دالي جالسه تراجع النص. طبعا راح اكون في اشياء حلوه وفي اشياء ها الله، راح يكون فيها حركات وافكار حلوه وجديده ومسابقات وبركات. الحين دالي جالسه تراجع النص، الحين انا ابي اروح اراجع، اوكي؟ يلا مع السلامه. مع السلامه. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.